أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبس. الآن نعرض عليكم تردد قناة المجلس الكويتية الجديد على القمر الصناعي عرب سات. قناة المجلس الكويتية هي قناة فضائية يتم بثها للقمر الصناعي نايل سات، وهي قناة من ضمن شبكة قنوات تلفزيون الكويت التي تتبع وزارة الإعلام الكويتي. وتخصص القناة هو عرض كل ما يخص المجلس التشريعي الكويتي وجميع الأحداث التي تدور داخل المجلس. تردد قناة المجلس الكويتية للقمر الصناعي عرب سات، القمر الصناعي عرب سات التردد 1252312523، الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3 الجودة HD. اسم القناة لقائمة القنوات المجلس، وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة المجلس الكويتية للقمر الصناعي عرب سات 2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.